لا تخدعنك المظاهر، بعض الناس مثل الروايات الحديثة، غلاف جذاب ومضمون سيء. فكما أنه من الحماقة أن تشتري كتابا لغلافه، فالحماقة الأكبر أن تحكم على إنسان من مظهره. الناس في هذا العصر أغلى ما فيهم ثيابهم، وأثمن ما يملكون ساعاتهم ومجوهراتهم. هذا الدرس الأول. السلام عليكم خوتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم يا ربي الحبيب تكونوا كاملين بخير، على خير اموركم، احوالكم، صحه جيده. الله يرفع علينا هذا الوباء، وكيف ما العاده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. بلا ما نطول عليكم في هذا الفيديو، هذا جيت باش نهضر معاكم. هذا النوع ديال الفيديوهات كيعجبني، وكنحس به براسي قريبه منكم، وكنتجاوبوا في لي كومونتير، وتانتوما كتوصلكم الرساله ديالي. فمعظم الفيديوهات ديالي كتكون موجهه للنساء، بما انني امرأة، ولكن حتى بعض الرجال كيستافدوا من بعض المعلومات اللي كنتقاسمها معكم. من طبيعة الحال ما كنعرفش كل شيء، كنعرف غير شوية من بزاف، وكنحاول انني نبارطاجي معكم هذاك الشيء اللي كنعرف، بحال الامانة، بحال القضية الروسي، بحال زعما داك الدفع عند الاستلام، الفرق ما بين جوج ديال شركات ديال الشحن او شركات التوصيل. بزاف د الحوايج اللي بارطاجيتهم معكم، والحمد لله لقاو اقبال. اول فيديو اللي كنطلع ليه هذه القناة هي الجولة اللي كنت لكم في السكن الاقتصادي، والحمد لله والحمد لله والحمد لله، كانوا كومنتيرات زوينه. ثاني فيديو اللي كنطلع هو كيفاش بديت المشروع ديالي ب 300 درهم، وكنت كنهضر من القلب، والحمد لله وصلتكم، والهضره ديالي وصلتكم. وعتي زوين في هادشي، ومنين مي بنادم كيبقى يدعي معاك، وكتكون يعني واحد لا فيديو اللي حطيتيه 10 شهور هادي وباقي الصدى ديالو ما شاء الله غادي، والله هادشي اللي كيفرحني، وهادشي اللي كيخليني كل مره نتقاسم معكم فكره جديده. وهذا لا فيديو هذا ما غاديش يكون طويل، غادي يكون فيديو قصير بزاف، يعني بغيت نوصل لكم غير شي حويجات. اول حاجه بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديوهات اللي فاتت، انا غادي نخليهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، غادي نجلس ونحط لكم كل واحده كل واحد باش ترجعوا تشوفوهم، حيت كاينه اللي كتشوف فيديو واحد او لا جوج، وكتقول لي كتسولني على شي حاجه اللي انا شرحها بالتفصيل الممل. بزاف ديال الناس اللي كيدخلوا عندي الانستغرام وكيسولوني على شي حاجه انا اللي بارطاجيتها معكم، بزاف ديال الناس اللي كيسولوني عافاك مع من غادي نتعاملوا، وهذا المهم بزاف ديال الحوايج. بالنسبه لمع من غادي تتعاملوا، انا كنت بارطاجيت معكم 4 ديال الناس. بالنسبه اللي بغاو يديروا تجاره، جوج ديال الناس في الشمال وجوج ديال الناس في كازا، وقلت لكم انا ها مع من تنخدم، تنخدم في الشمال مع فاطمه، وفي كازا كنخدم مع فدوى، وبعض المرات كنتهرب انا كاع من السلعه ديال كازا، واخا البنات اعزاز عليا وربي شاهد عليا وكيسحبهم واش كنتعامل مع شي حد اخر، وانا راه ربي شاهد عليا، يعني حتى في لاباج ديالي راه يعني باينين لي برودوي باش كنخدم. هادشي اللي كاين دابا، يعني ما نهضروش في هادشي، غادي نجيكم من الفوق، يعني غادي نكون نوتر، ما غاديش نجي كأنا يعني كأنني انا وحده في الميدان، اولا انا ان كليونت، لا غادي نجي نهضر انايا من برا، يعني غادي نهضر عليهم بجوج. اول حاجه بالنسبه البنات او العيالات اللي كيكونوا جالسين في الدار، دائما كنقول لكم البنات حاولوا انكم تخدموا، البنات حاولوا انكم يكون عندكم واحد الصوره خارجيه على برا. علاش؟ حيت الوقت البنات الوقت صعيبه، وهذا الوقت اللي حنا فيه صعبت بزاف، ما بقاتش خاص ديك المراه تكون مغمضه، ولا ديك المراه ما عارفه والو، ديك المراه ما تعرفش حتى تمشي تجيب ورقه من المقاطعه، ديك المراه تقدر لا قدر الله مات الزوج ديالها، اولا مرض، اولا جاتو شي وعكه صحيه اللي صعيبه بزاف، كان هو رب الاسره هو اللي كيعرف الشاده والفده، هي ما كتعرف حتى شي حاجه. لا هادشي راه ما بقاش، شحال هادي كان منين كيمرض الزوج اولا منين كيمرض الاب، كتلقاي الاعمام، كتلقاي الاخوال، كتلقاي الجيران، كتلقاي المهم كتلقاي العائله، حيت كانوا بحال هكا. اما دابا ماشي غادي نقول لكم العائله ما بقاتش، لا بالعكس باقي وهذا، ولكن دابا كل واحد فقنت، كل واحد والمشاغل ديالو، كل واحد وشنو عنده، وبصح الدنيا صعبت. يعني في هذا الوقت خاصك تعولي على راسك وعلى الله سبحانه وتعالى، وربي ما غاديش يضيعك، وربي ما تضيع حتى شي واحد فينا، يعني مادام حنايا كنويو الخير الا وان ربي كيعطينا اللي فيه الخير. يعني اول حاجه خاص تكون عندك العزيمه، ثاني حاجه خاصها تكون ثقه بالنفس، ودائما كنقول لكم حتى شي حاجه ما تهزكم، وحتى شي حاجه ما تحرككم. انا وحده منكم اللي
المهم بعد ما كنبقاش نشوف في الكاميرا هكذا حيت كيجيني واحد الارتباك، ومهم كنفسرو بانني كنبقى نشوف هنايا وهنايا غير للتوضيح فقط. يعني الثقه بالنفس زوينه، ما عمركم ما تهز منين تقلتي مع راسك تقولي انا شنو ناقصني، ولا انايا علاش انايا غادي نفشل، ولا علاش انا ما غاديش ننجح في هذه الحاجه. الحمد لله انا ربي كرمني، حتى انا ربي عطاني عقلي، العقل هو كل شيء البنات. شي مازال الانسان الا كان احمق ولا مختل عقليا ولا عنده اضطراب نفسي، مازال الاضطراب النفسي دابا يقدر يتعالج، ولكن الا كان مختل هذا اللي كتقولي هذا مسكين مرفوع عليه القلم. اما حتى شي حاجه كاين اللي ما عندوش رجل ما شاء الله ورسام وما عرفت فين وصل، كاين اللي ما عندهاش اليدين. يعني حنا راه ما عندناش فاش نهضروا، الحمد لله كتكون الصوره مكمله. يعني الواحد خاصو يكون قدوه لوليداته، خاصو يخدم. وشنو دائما كنقول الثقه بالنفس والطموح ويكون تكون القناعه، هادو بثلاثه الا تجمعوا فيك ما غادي يخصك حتى شي خير، وكوني على يقين انك غادي تنجحي. تكون القناعه، الانسان ما عمره ما يكون طموح بزاف، حيت داك الانسان اللي كيكون طموح بزاف كيكون مريض، ولا داك الانسان اللي كيكون مريض بالمظاهر ما كيديرش لراسو ولا باش يحقق السعاده النفسيه، لا كيدير غير باش فلانه تقول ليه واو طوموبيلتك زوينه، ولا وتبارك الله شريتي الدار غزاله، جلبتك فنه بشحال صيبتها ب 1500 درهم. يعني كاين اللي ديك السعاده كل واحد فينا سبحان الله العظيم فاش كتحقق له السعاده. كاين واحد النوع ديال البشر اللي كتحقق له السعاده غير في المظاهر، ومن هنايا كيجي واحد الوقت كيلقى راسو انه بحال هذيك السعاده حققها للناس وهي باش يبان على الناس، ولكن السعاده الحقيقيه ديالو هو راه ما دارهاش. وهنايا فين كنقول لكم ردوا البال، ردوا البال، خصوصا كنهضر مع النساء عاود، حيت نتوما مربيات الاجيال، انت خاصك تكوني قدوه لبنتك ولا ولدك. راه الراجل واخا التركيبه ديالو ماشي بحالنا، ولكن راه كيصم وكيجر واحد النسبه كبيره من الام ديالو. خاصك تكوني قويه، وخاص تكوني قدوه، وتكوني ليه ديال بصح ماشي ما يشد منك الصح، يشد منك المعقول. الصلابه وسوق الشغل وبزاف د الحوايج غيتعلمهم مع الوقت، وكاينين شي حوايج اللي غادي يستمدهم من الاب ديالو، كاينين شي حوايج اللي غادي تعلمهم له الحياه، حيت حنا ماشي كلشي يعلموه لينا والدينا. انا باقي كنعقلو دائما كنقول نهار فاش جيت ما قدرتش نمشي نجيب ورقه من المقاطعه، نهار فاش جيت نقرا في الرباط ما قدرتش نمشي للمقاطعه باش نجيب ورقه. داكشي باش كنقول لكم الاعتماد على النفس في هذا الوقت هذا مهم ومهم ومهم بزاف، باش انني ننجح سواء في القرايه سواء في الخدمه سواء في مشروع خاص بيا، ضروري 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 ومؤكد انني نكون ثقه في راسي وثقه في القدرات ديالي، وانني قادره نعطي. انايا ماشي غير مستهلكه، انايا ما ممكنش ينقص مني شي واحد، وانا ربي كرمني وعطاني عقلي وعطاني عيني عطاني نيفي عطاني فمي عطاني ودني عطاني ديداتي عطاني رجلاتي. يعني انايا غادي نتحاسب وغادي نموت بوحديتي، وغادي يعني حتى انايا عندي واحد الدور في الحياه. كل وحده فينا هي البطله ديال حياتها. عمرك ما تشوفي شي حد بطل في الحياه ديالك، انت هي الملكه وانت هي البطل، انت البطله. يعني انت اللي تقدري ديري اي حاجه، وانت اللي تقدري ديري داكشي اللي بغيتي غادي توصلي الا عرفتي كيفاش تخدمي غير عقلك، غير تجلسي وتخدمي عقلك. ومن دابا قلت لكم ثلاثه د النقاط مهمين، غادي نجيو لواحد النقطه اللي حتى هي مهمه بزاف، ما غاديش نقدر نقول لكم تجي مورا هادو، ولكن تجي معاهم. حيدوا البنات لغه التسويف، لغه التسويف نحيدوها نهائيا، ما لايقاش لينا وما عندنا ما نديرو بها. ديك شنا هي لغه التسويف؟ انا غنقولها لكم وغادي تكون معظمكم عارفينها. لغه التسويف هي انا خصني ندير ريجيم وبغيت نضعف، ايوا صافي خليتها نهار اثنين ونبدا. انا خصني شي حاجه، خصني نخرج نتقدى، والله لا عييت صافي خلي حتى بعد غدا ونمشي. بغيت نقرا واحد الكتاب، لا دابا ما قديت صافي خليتها لغدا. بغيت نطوي واحد البلاكار، صافي خلي حتى لغدا. يعني تنولي حياتي كامله، يعني داكشي اللي عندي في حياتي دائما كنقول حتى لغدا حتى لغدا حتى لغدا حتى لغدا، والغد لي كنقول حتى لغد لي، والغد لي كنقول حتى لغد لي، وكنصدق ضيعت الوقت بزاف. شي بعد ما كتفوت غير سيمانه كتقول والله لا واش دابا انا تبرزت، لو كان غير قضيت اموري ديك السيمانه ولا داك الوقت اللي جاتني في بالي. يعني دائما اخواتاتي حيدوا هاد لغه التسويف. انا رجعت لكم اسمحوا لي كنسمع الغوات، داكشي علاش. يعني لغه التسويف نحيدوها في مره لغه التسويف ديك تلغدا الغدا، لا طاحت لي واحد الفكره في راسي نحاول انني نستمرها ونطبق هذيك الساعه. لا تؤجل العمل اليومي الى الغد، ولا زعمتوا فتوكلوا، توكلوا على الله سبحانه وتعالى وربي ما غاديش يتخلى عليكم. واحد النقطه مهمه 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 بزاف، وتقدروا البنات تدخلوا تقراو علم الطاقه، او لا تقدروا تدخلوا تقراو التنميه الذاتيه
قراو علم النفس شويه، وهو يكون عندك اليقين في القلب ديالك، يكون عندك اليقين، اليقين ان الله سبحانه وتعالى غادي ييسر لك. حيت منين غادي انت تفكري في واحد الفكره، في واحد المشروع ولا في شي حاجه، وغادي تكون يكون عندك اليقين انك غادي تنجحي، كوني على يقين ان الله سبحانه وتعالى غادي يرسل لك واحد الافكار اللي غادي تشجعك، واحد الافكار ايجابيه اللي غادي انت تقدري تنجحي بهم. ولكن ملي كيكون عندك الخوف وكتقولي لا لا ربما نفشل، لا ربما ما تنجحش ليا هذه، لا ربما نبداو هنايا، ديك الخوف قسما بالله العلي العظيم انك عمرك ما غادي تنجحي. وتا الا نجحتي غادي تكون واحد النسبه ديال النجاح، واحد النسبه مئويه ضئيله جدا، يعني غتبقين ديك القضيه الدراسه ديال 20-80 راكم تكونوا عارفينها ولا ما عرفتوش، غادي نهضر لكم عليها ان شاء الله في فيديو اخر. النظريه ديال 20-80 زوينه، كاين واحد النوع اللي كيخدم غير 20% وكيكون عنده نسبه الارباح 80%، وكاين واحد النوع اخر اللي كيخدم 80% وكتكون عنده نسبه الارباح 20%. يعني دائما انني نفكر نخدم ويكون يعني نجني لاي واحد كيزرع شي ارض كيبغي الحصاد ديالها. هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني منين انا غادي نخدم غادي ندير في راسي اليقين ديال انني غادي نوصل، غادي نتعلم. يكون راسكم صغير، ما يكونش التكبر والغرور وما تبغوش تعلموا، لا، كونوا دائما اذان صاغيه ونسمع من هذا ونسمع من هذا ونسمع من هذا ونجمع المعلومه. وهنا كنقول لكم البنات ما تبخلوش، وما يعني الكلام ديالي موجه للبنات ولاي واحد كيشوف هذا لا فيديو، عمرك ما تبخل بالمعلومه ولا تقول ما غاديش نوري واحد اخر حيت يولي احسن مني ولا، فراه كلشي ديال الله والارزاق ديال الله، وربي اللي عطاك يقدر يزيدك. وكل ما عطيتي من داكشي اللي عندك سبحان الله ربي كيبارك لك فيه وربي كيزيدك من عنده. فراه الملك بيد الله سبحانه وتعالى والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. يعني منين كيكون اليقين في الله سبحانه وتعالى، دائما 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 البنات اعطيو كلشي، والله اعطيو كلشي ووريو من نيتكم. كل ما كان القلب بيض ربي يعطيك على قد نيتك. انا كانت كتجي عندي واحد السيده ودائما كانت كتقول لي وكتعطي كلشي لعباد الله، شنو خليتي ليك انتيا؟ وانا يا اختي والله الا باز لك. كنقول لها شوفي انا كنعطيك كنعطي من قلبي والله القسم، وكنقولها وكنعاودها كنعطي من قلبي، واي معلومه انا مستعده الا عرفتها اليوم بالليل ربي شاهد عليا انني ما غاديش نبخل عليها وغادي نعطيها لكم. هادشي اللي كنقول لكم، ونتمنى هاد لا فيديو هذا يكون فادكم ديال بصح. البنات الخلاصه ديال لا فيديو، تيقوا في راسكم وتيقوا في القدرات ديالكم، يكون عندكم اليقين انكم غادي تنجحوا وغادي توصلوا، وتكون النيه ديالكم زوينه وتكونوا تكون معطاءة. يعني ما عمرني ما نكون بخيلة، عمرك البخل خيب في كل شيء، دائما الإنسان يكون كريم. كل ما كان الكرم سبحان الله ربي كيزيدك وكيعطيك. خواتاتي كنبغيكم وكنحماق عليكم وكنتسطع عليكم وكندوز وقت زوين معاكم، كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، وكنتمنى هاد لا فيديو هذا نستافدوا من بعضياتنا، وتنتمنى انكم اي وحده قرات شي كتاب تخلي ليا السميه ديالو لتحت. سمعت واحد الكتاب الشخصيه الساحره ولا الشخصيه الجذابه شي حاجه بحال هكا سميت الكتاب، انا غادي نتاكد عليه ان شاء الله وغادي نقراه، الا عجبني غادي نبارطاجيه معكم. ودائما دائما دائما كنقول لكم عمروا وقتكم، ما تخليوش الفراغ يتحكم فيكم. والخوف، الخوف البنات والله القسم نص عمري ضيعته غير في الخوف. والابسط الامور والله مؤخرا كنت مشيت انا وصاحبتي لواحد البلاصه، وعتي كان الخوف مسيطر عليا لواحد الدرجه ما كتصورش، وشيماء عادي تعرفني علاش كنهضر، عتي لدرجه بكثرت ما كان الخوف مسيطر عليا، ما حسيتش بالاستمتاع وبالمتعه في ديك البلاصه. ومنين فات الوقت قلت وناري والله يا زينب حتى لا اله الا الله، مالكي مناش كتخافي؟ يعني نحاولوا دائما اننا نتخلصوا من الخوف. دابا انا شنو وليت كندير باش نتخلص من الخوف؟ وليت كندير واحد لا استراتيجي، وان شاء الله غنبارطاجيها معكم في فيديو اخر، انكم تتغلبوا على الخوف في مره في مره في مره. كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم، نتمنى انكم تخليوا ليا اللايكات وانكم تبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم والاصدقاء ديالكم باش تكبر هذه القناه ان شاء الله يا ربي. والله يحفظكم ويعطيكم ما كتمنوا، ودمتم في رعايه الله، الى اللقاء.